بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيه. هذا سؤال وصل من أحد الإخوة، يقول: يكثر عندي الشك في الصلاة في عدد الركعات، هل هي الثالثة أم الرابعة في الصلاة الرباعية؟ فأبني على ما يرجح عندي، فهل عملي صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا شككت في عدد الركعات فأمامك أمران. الأمر الأول أن يغلب على ظنك شيء، يغلب على ظنك أحد الاحتمالين، فتأخذ به تبني عليه وتسجد للسهو. والحالة الثانية هل لا يغلب على ظنك شيء ويبقى الشك متعادلا، حينئذ تأخذ بالأقل وتبني عليه وتكمل صلاتك. فإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا تجعلها ثلاثا وتأتي بالرابعة ثم تسجد للسهو بعد السلام. نعم. تقول السائلة: عندي ذهب ألبسه من فترة طويلة وهذا يحصل في المناسبات، هل تجب فيه الزكاة فضيلة الشيخ مع أن هذا الذهب عندي منذ أكثر من 30 سنة؟ هذا على حسب النية. إذا كان نيتك بهذا الذهب اللبس وعند المناسبات تزين به، الراجح أنه ليس فيه زكاة لأنه معد للاستعمال واللبس. نعم. فضيلة الشيخ، هذه مدرسة تقول: أنا مدرسة قرآن، وكثيرا ما يسألني الطالبات عن حكم الدعاء عند إكمال حفظ المصحف في جماعة التحفيظ، هل هو جائز أم لا؟ الدعاء يكون عند ختم القرآن، إذا ختم المسلم القرآن وأنهاه تلاوة فإنه يستحب له دعاء الختم، ويستحب حضور الدعاء والتأمين عليه يعم الأجر الجميع. نعم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا لي أخت تعاني من السحر الجن العاشق، هل أستطيع أن أرقيها بنفسي بالاستعانة بكتاب الله عز وجل وبأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأنني لا أحفظ هذه الأدعية إلا بقراءتها أو الاستعانة براق بعد ذلك؟ هذا لا يكون من باب الشك، وقول الجن العاشق وما أشبه ذلك هذه كلها من التزيدات وأقوال المرجفين. لكن المصاب بالمرض سواء كان جنونا أو سحرا أو ذلك عليه بالرقية الشرعية بقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وما تيسر من الأدعية الشرعية والتعويذات الشرعية، سواء قام بهذا المصاب مع نفسه أو عمله له أحد إخوانه من الموثوقين والمعروفين بسلامة العقيدة. نعم. هل تجوز قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وهل هذا أمر حسن أم مبتدع؟ إذا كان هذا بقصد التعليم، لأن يكون عدة طلبة عند المدرس ويلقنهم الآية يقرؤونها لأجل أن يتعلموها فلا بأس، أما إذا كان هذا من باب التلاوة هذا بدعة، كل يقرأ لنفسه ولا يكونون جماعة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: مكان عملي يبعد عن منزلي 96 كيلو، أداوم يوميا من منزلي، يعني بأنني أقطع مسافة 96 كيلو ذهابا و96 كيلو رجوعا، هل يحق لي الجمع والقصر بمقر عملي لصلاة الظهر والعصر؟ نعم، ما دمت ترجع في يومك أنت أولى بالرخصة، تقصر في مقر عملك أو في الطريق ذهابا وإيابا، لكن يجب أن تعلم أن المسافة ما تبدأ إلا بعد أن تتجاوز عامر البلد. إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر ابتداء من خارج البلد لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، هل نصلي على الميت في كل وقت أم هو بعد صلاة الفرض فقط، وما المشروع في الدعاء في صلاة الجنازة؟ نصلى على الميت في أي وقت تيسر إلا عند توسط الشمس في كبد الساعة
السماء فتؤجل إلى أن تدخل وقت الظهر ويصلى عليها. وما عدا ذلك هو وقت قصير لكن هو منهي عن الصلاة فيه. وكذلك ينهى عن الصلاة على الجنازة عند بزوغ الشمس أو عند غروبها. هذه الثلاثة الأوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنازة: عند طلوع الشمس بازغة، عند غروبها، عند توسطها في السماء. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول: كنت أصلي صلاة العصر وأحسست بنزول قطرات قليلة عزكم الله، فأكملت صلاتي العصر، هل أعيد الصلاة؟ إذا تأكدت أنه نزل منك شيء من البول فإن الوضوء بطل، بطل وضوء، كيف تصلي وأنت على غير وضوء؟ وأيضا تنجس بدنك ما أصابه البول أو الثياب، تخرج من الصلاة وتغسل النجاسة، تستنجي وتتوضأ من جديد ثم تدخل في الصلاة من جديد. أما إذا كان هذا من باب الوسواس وليس هناك شيء حقيقي وإنما هو وسواس من الشيطان فلا تلتفت إليه. نعم. هذه سائلة تقول بأنها فتاة متدينة ولكن بعد أن تكبر وتستفتح تقرأ سورة الفاتحة أكثر من مرة. لا يجوز هذا، قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة والركن لا يكرر، فلا يجوز لها ذلك، يكفي مرة واحدة. نعم. بما تدرك الركعة وما الضابط في إدراكها فضيلة الشيخ؟ تدرك الركعة يعني خلف الإمام. نعم. إذا وصلت يداه إلى ركبتيه منحنيا بالركوع فإنه قد أدرك الركعة فيكمل ركعته ويأتي بالتسبيح ثم يرفع. أما إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تصل يداه إلى ركبتيه فإنه فاته الركوع. نعم. هذا يسأل عن التبني في الإسلام، هل هو جائز وما الدليل من القرآن والسنة؟ التبني حرام، لا يجوز. قال الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. قال جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز التبني في الإسلام وحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نأخذ فلوس من العمال من قبل الكفيل تسمى نسبة وذلك في آخر الشهر؟ لا يجوز هذا، العمال يشتغلون عند الكفيل، يشتغلون عنده بالراتب الذي يتفقون عليه، يعملون عنده. ولا يجوز ما يفعل كثير من الناس من المتاجرة بالعمال، يستقدم عمالا وليس عنده عمل وإنما يؤجرهم للناس يأخذ عليهم، هذا حرام، هو يستغلهم، هذا من المتاجرة بالبشر الذي يقولون. نعم. إغلاق العينين أثناء الصلاة إن كان يساعد على الخشوع هل يؤتى به؟ لا، إذا كان أمامه شيء يشغله ثم غمض عينيه لئلا ينشغل عن صلاته فلا بأس، أما إذا لم يكن أمامه شيء لا يجوز تغميض العينين في الصلاة، مكروه. نعم. هذه السائلة تقول بأنها نذرت أن تصوم يوم الخميس طول عمرها ولكنها لم تستطع الصوم نظرا لمرض أصابها، ما هي الكفارة؟ كفارة تكفر كفارة يمين، تقضي اليوم بدل الخميس وتكفر كفارة يمين عن التأخير. نعم. ما المسافة المشروعة فضيلة الشيخ في قصر وجمع الصلوات جزاكم الله خيرا؟ كما أشرنا قريبا أنها 80 كيلو فأكثر، تبدأ من خارج البنيان، الخروج من عامر البلد تبدأ المسافة. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: بالنسبة للعجوة هل هي تقي بإذن الله من السحر؟ وهل ما ورد في هذه العجوة وارد؟ وهل تقوم التمور الأخرى مقامها؟ نعم، الحديث صحيح في هذا من عجوة المدينة، خاصة من عجوة المدينة، أنها تقي من السحر بإذن الله، إذا تصبح بها كل يوم تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة فإنها سبب للوقاية من السحر بإذن الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. هذا يسأل عن كيفية صلاة من فتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة أو العيدين. تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام سنة، إذا فاتت فاتت لا يقضيها. التكبير المعتبر والذي تنعقد به الصلاة هو تكبيرة الإحرام، ما زاد عليها في يوم العيد أو الاستسقاء أو سنة. نعم. هذه سائلة تقول: المرأة إذا أحبت رجلا في الله هل تحشر معه يوم القيامة؟ وهل تخبر هذا الرجل إذا كان في حياتها بأنها تحبه في الله؟ نعم، في الحديث: من أحب قوما حشر معه، وقال
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ومن أحب أخاه فإنه يخبره بذلك. ولكن المرأة إذا أحبت أخاها المؤمن إن كان في إخباره فتنة فلا تخبره، أما إذا لم يكن فيه فتنة فإنها تخبره لعموم الحديث. نعم. هذا سائل يقول بأنه حلف بأن لا يدخل بيت أخيه ولكنه دخله أيام التعزية في وفاة أحد أقربائه، ما حكم هذا الحلف؟ كفر عن يمينه، على كل حال كفر عن يمينه ولو ما جاء مناسبة، لا يجوز له يستمر على اليمين والقطيعة، كفر عن يمينه ويدخل بيت أخيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للدعاء، هل لابد أن يكون الإنسان على طهارة عندما يدعو؟ لا، يجوز أن يدعو الإنسان على طهارة وعلى غير طهارة، إنما الذي لا يجوز هو القرآن للجنب، ما يجوز أن يقرأ القرآن وهو جنب. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ رجل كفيف ولا يبصر، هل يجوز أن يوكل في الحج في حج الفريضة مع أنه لم يعتمر؟ لا يجوز إلا إذا كان عاجزا عجزا مستمرا، وعدم البصر ليس عذرا، لأنه بإمكانه أن يتخذ معه قائدا يقوده فيتلزمه حجة الإسلام ولا يوكل فيها إلا إذا عجز عجزا مستمرا وأيس من زوال العذر، فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام ويعتمر عنه عمرة الإسلام. نعم. وصلنا، هذا السؤال يسأل عن السنن والرواتب التي وردت عن الرسول وعن كيفية أدائها متصلة أو منفصلة، وشكرا لكم. سنن الرواتب التي مع الفرائض ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 10 ركعات ب4 تسليمات. وإن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر فهذا أتم وأحسن. نعم. يسأل هذا السائل يقول أنا أتاجر بعسل النحل ولدي الحقيقة كميات كبيرة فضيلة الشيخ، هل على عسل النحل زكاة؟ نعم، ما دام تتاجر به فهو سلعة من عروض التجارة، فزكي الدراهم التي تحصل عليها من بيع العسل. نعم. يسأل هذا السائل عن استعمال العطور الغربية فضيلة الشيخ، وهذه محتوية على بعض الكحول. إذا ثبت أن فيها كحولا فلا يجوز استعمالها، لأن استعمالها استعمال للكحول، والكحول خمر، ولا يجوز التطيب بالخمر وصبه على الثياب وعلى الملابس، لأن الله قال في الخمر فاجتنبوه، والواجب تلافه. هذا إذا ثبت أن فيها كحول مؤثرة تسكر، أما إذا لم يثبت وإنما هو مجرد شائعات هذا لا، الأصل الإباحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ صالح، هل شرائي لبيت بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك جائز؟ هذا حرام ولا يجوز، خلط عقدين إيجاره وبيع، تعليق البيع على شرط المستقبل، البيع لابد أن يكون منجزا ما يكون معلقا، وأيضا فيه محاذير لأن السلعة مجهولة لا يدرى ما تؤول حالها، ربما تتلف ولا يبقى منها شيء تستهلك، هذا بيع مجهول لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها الخلق، فما الحكم الدم الذي يخرج من المرأة المصاحب لهذه المضغة؟ لا عبرة به، كونوا طاهرة ما دام أنها ما تمت 81 يوم، إذا كان المضغة سقطت من يعني 81 يوم إنها تكون نفسة، لها حكم النفسة، أما إذا كانت أقل من 81 يوم فإن هذا الدم يكون نزيفا وليس هو نفاسا، فتصلي. نعم. أمر الله ببناء المساجد يقول السائل، ولكن فضيلة الشيخ ما الضابط في زخرفتها ورونقتها، وهل يجوز فضيلة الشيخ المبالغة في البناء لهذه المساجد؟ المساجد تبنى بقدر الحاجة، تبنى بناء قويا باقيا هذا مطلوب، وأما الزخرفة هذه مكروهة، لا يصلح في المساجد زخرفة كتابات، وكما أنه لا يجوز أيضا أن يبالغ في المسجد أكثر من الحاجة تكميليات، وقد يلزم
الإنسان يعمر مسجد بتكاليف تعمر عدة مساجد لو أنه وزعها على المساجد. الإسراف والمبالغة الزائدة عن الحاجة في عمارة المساجد لا تجوز. نعم. تقول السائلة: ظلمتني قريبة لي في موضوع ما، فهل لي أن أدعو عليها فضيلة الشيخ، وما الضابط في ذلك؟ الدعاء على الظالم يجوز، ولكن تركه أفضل، تركه والعفو عنه عمن ظلمك أفضل بلا شك وأعظم للأجر. نعم. هذا يسأل عن حكم من صلى مأموما بمأموم مسبوق. هذه مسألة مشكلة. المأموم ما يتحول إلى إمام إلا في قضية استنابة الإمام له لعذر عارض. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نذرت أن حملت زوجتي أن أذبح 5 خرفان وأهديها إلى الفقراء، وأنا فقير، وحملت الزوجة وأنجبت طفلا، ولم أجد قيمة هذه الخرفان 5. تبقى في ذمتك إلى أن تقدر عليها، إذا قدرت عليها فنفذها. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: هذا الطبيب الذي يمضي ساعات متواصلة في غرفة العمليات ويدخل عليه الوقت وهو في عمله، كيف يتعامل مع الصلاة مأجورين؟ إذا كان يعرف أن العملية تطول، فإنه إن بدأ العملية قبل دخول الوقت فإنه يؤخر الصلاة، يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية إذا انتهت العملية. وإن كان لا يدخل العملية إلا بعد دخول الوقت يجمع جمع تقديم قبل أن يدخل العملية. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا عمري الآن 35 سنة ولم أحج حتى الآن، فأي المناسك أختار، الإفراد أم القران أم التمتع، مع أنني قادر؟ التمتع هو أفضل الأنساك، أن تحرم بعمرة من الميقات ثم تؤديها ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج، تذبح فدية يوم العيد أو ما بعده من أيام التشريق، هذا أكمل المناسك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الضحى اعتدت أن أصلي فقط 2 ركعة، فما وقت صلاة الضحى وكم عدد الركعات؟ وقتها من ارتفاع الشمس للرمح بعد طلوعها، ويستمر إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء عند الظهيرة. وأما عدد ركعات صلاة الضحى، أقلها 2 وأكثرها 8 ركعات، كل 2 بسلام. نعم. هذا سائل يقول: أعطاني شخص مبلغا من المال فاحتجت جزءا منه ورددت هذا الجزء بعد أن قضيت حوائجي، فهل لذلك فضيلة الشيخ؟ لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، لأنك وكيل عنه، والوكيل لا يأخذ لنفسه إلا إذا سمح لك هو به، إذا سمح لك واستأذنته وسمح لك لا بأس، أما أن تأخذه على أنك وكيل ثم تأخذ منه لنفسك فهذا لا يجوز. نعم. هذا يسأل عن حكم وضع طعام الأكل قبل صلاة العصر. إذا كان لا يفوت الصلاة فلا بأس، أما إذا كان يفوت الصلاة وهم محتاجون إلى الأكل أو يتطلعون إليه فإنهم يبدأون بالأكل من أجل أن يدخلوا في الصلاة مطمئنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، لأن الإنسان تفوق نفسه إلى الطعام فينشغل عن صلاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالعشاء إذا حضر من دون ترتيب وتنسيق من قبل، يرتب الأكل عند الصلاة دائما ينسق، هذا فلا يجوز هذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.